صوت الشباب المتوسط اليوم الانطلاق السنة الجديدة أو بداية الانطلاقة لبداية السنة الثانية لصوت الشباب المتوسط عم نكمل اللي عملناه مع صوت الشباب العربي من 2011 ل2016 وبعدها مع شباب صوت المتوسط عم نعمل نزرع ثقافة جديدة عند شبابنا إنه فعليا نخليهم قادرين على الكلام والحوار والنقاش بطريقة منطقية بطريقة تساعدهم على إبداء الرأي وطريقة تساعدهم على اتخاذ القرارات. كتير متفائلين أو كتير متفائل بصراحة بشبابنا مع الانطلاقة الجديدة إنه الآن عم نتوزع في جميع أنحاء المملكة بالجنوب وبالشمال وبالوسط ومش بس بالمراكز الجنوب والشمال والوسط وإنما في الأماكن النائية أو المتطرفة في الجنوب والشمال والوسط وهذا الشيء فعليا راح يساعدنا الوصول لأكبر كمية من الشباب اللي نزرع فيهم هاي الثقافة الجديدة اللي تساعد على النهوض في هذا الوطن وتساعد أيضا على إبداء الرأي بطريقة حضارية وفعالة. شكرا لكم.